الجنسي كاين في كل المجالات وفي كل الميادين، هذه حقيقة، وفي العالم كله مش غير في المغرب. داكوغ. التحرش الجنسي أنا بالنسبة لي من الدرجة الأولى قضية أخلاق ومبادئ، بغض النظر على الجنس، يعني سواء مرأة ولا راجل. كاين المرأة اللي كتحرش بالراجل وكاين الراجل اللي كيتحرش بالمرأة، هذا واقع وكاين. اوكي، كاين الناس اللي كيستعملوا لو بوفوار ديالهم، حيت البوفوار ديالهم باش انهم يتحرشوا بالناس اللي هما خدامين معاهم. علاش؟ لانه كان انسان عادي ما عندوش هذاك لو بوفوار ما غيقدر يدير حتى شي حاجه، فهو كيستعمل داك لو بوفوار ديالو. وهذا كيرجع بزاف ديال العوامل، هو انه انسان اللي ما تيقش في نفسه وما عندوش قدرات على انه يعجب الاخر من غير هذاك لو بوفوار اللي تكون عنده. مهم بالنسبه للميدان، الميدان ديالنا، انا كامراه بحالي بحال كاع الناس، يعني بحال كاع النساء في كل المجالات. غتلقى وحده ما فحالهاش كتبيع بغرير في السوق، راه حتى هي راه غادي يكون معها يعني الفا سوبير هذا التحرش الجنسي، كوم بحال وحده اللي غتكون عندها مركز معروف ولا كيبقى كيف ما قلت لك انا. حيت في كل المجالات كاينين الناس اللي هم متخلقين مربيين، وكاينين الناس اللي غير غاديين غير هكذاك وصافي، غير هايمين، فهمتي؟ اما بالنسبه للميدان ديالنا حنايا، هذا ما كيعنيش بانه كاينين الناس اللي او كاينين ممثلات اللي هما التقاو بمخرجين اللي كانت بيناتهم علاقه حب متوافقه، يعني من الاول وانتهت بالزواج. وهذه علاقه يعني كتحترم، وكاينه اللي عطيني تزوجات بمنتج، وكاينه اللي تزوجات بممثل. هذا ماشي مشكل. المشكل هو انه ملي تيجي شخص وتي مثلا تيقول لك راكي عجبتيني كانسانه كامراه وبغيت نمشي معك، يعني ندير يعني نخطبك ولا تكون واحد العلاقه اللي بيني وبينك اللي هي كتبغى تمشي لبعيد، وافقتي راه ما كيبقاش تحرش. ما وافقتيش هنا كيولي تحرش، ملي الاخر كيبتزك يعني كيحاول انه الانسيست باش ياخذك ولا باش يمتلكك. هذا اللي انا ما يعني ضده. المشكل ماشي في التحرش، المشكل يعني ملي كيجي كيتحرش بك شي حد، كتقدر ان تقول له الله يخليك انا يعني هذا الشيء، انا جايه لو الخدمه، انا جايه باش نخدم، ما جايش لحاجه اخرى. العوائق ديال اللي تيوقعوا ملي كتقول لا، هذا هو اللي خاطر. حيت ملي كتقول لا كاين اللي كيحترم القرار ديالك وتيرجع باللور، كاين اللي كينتقم، والانتقام تيكون بعده انواع اللي كنسميوها سابوتاج في الخدمه. كاين سابوتاج، كاين تشويه السمعه ديال داك الانسانه، ماشي حيت هي ما مزياناش، حيت هي قالت لي لا فقط. ف كيف ما قلت لك انا، ما حيت اصلا القيم الاخلاقيه ما عندوش، ما خديتكش، ما تعطيشني ليا، غادي نخرج فيك اللي فيك واللي ما فيكش، وكثر اللي ما فيكش. دونك يقدر يشوه السمعه ديالك، يقدر اي واحد يبغي يشتغل معك يقول له فلانه ما تاخذهاش راه دايره وفعله وتركه، يقدر يحرش عليك ناس اخرين منهم عيالات ومنهم رجال، يقدر يعني اي حاجه في واحد المستوى رديء جدا ومنحط جدا. وللاسف هذا الشيء متواجد وعشتو انا شخصيا، يعني عشتو وما فهمتوش في الاول، وكنت كيألمني لانه يعني كيظلمك لله في سبيل الله، ويقدر يدور بك حتى ناس اللي هما معاه في الجروب ديالو، وممكن يعني في بعض الاحيان يقدر مثلا حتى ان بروجي يتحيد لك ولا شي، غير تكون غير انفيتي مثلا لشي ايميسيون الوغ كنت ما مخلص ما والو، غير انفيتي يقدر يخرجوا فيك العجب المعجب غير باش ما تحضرش،
بالنسبه ليه ماشي غتحضر ايميسيون، لا ما غنعطيهاش الفرصه على انها تجي وتبان وتشهر اكثر. لا ميشونستي غراتويت، هذا هو اللي خاطر وفي الدومين. حنا هادشي ماشي كلشي، ولكن ما كاين هضربني نضربك، سلخني نسلخك، نطيحني نطيحك، نصابوطيك. كاينين دي كلون كيخدموا ديما مع بعضياتهم، يضربوا الاخرين. شيء مؤسف.